منك تعليق على امبارح، انت كنت من الكفه اللي بتقول لا الاهلي هيكسب رغم كل الصعاب، ولا كنت من الكفه اللي بتقول احتمال نكسب بس الدنيا صعبه؟ احتمال نكسب بس الدنيا صعبه. اوكي بكل شفافيه. لان النادي الاهلي طبعا نادي كبير، والنادي الاهلي اسم كبير، وفي نفس الوقت زي ما بيقولوا النادي الاهلي بمن حضر. لكن انا عارف النادي الاهلي اكيد هيدخل في المباراه هدفه ان هو ياخد البطوله، او امنياته ياخد البطوله مش ان هو يكسب ماتش. لكن طبعا كل اللوجيك كان بيقول لك قبل اللقاء ان انت عندك في لعيبه غايبه دوليه وفي اصابات كتيره جدا، اتمنى اللعيبه المصابه ترجع ان شاء الله ربنا يشفيهم. في نفس الوقت انت رايح بطوله كبيره، خلي بالك الناس بتقول ان هي بطوله عاديه وبطوله وديه لا طبعا انت بتتكلم في ان انت رايح بطوله عالميه النادي الاهلي متعود ان هو يبقى موجود فيها طبعا. بتلاعب كل ابطال قاره موجوده، افريقيا، اسيا، اوروبا، يعني فرق قويه جدا. لكن لعيبه طبعا رجاله، ولعيبه قدوا مستوى صراحة عالي جدا، وده يعني ناتج لحاجات كتيره جدا. اول حاجه النادي الاهلي زي ما قلنا بمعنى حاضر، النادي الاهلي نادي كبير بجمهوره بادارته بلعيبته بتاريخه، واحنا بنمثل مصر في نفس الوقت. البطوله مقامه على ارض عربيه، الملاعب كويسه جدا، الجمهور العظيم اللي كان متواجد في اللقاء، اللعيبه عندها طموح، بعض اللعيبه ما كانتش بتشارك، في ناشئين كانوا موجودين. لكن النادي الاهلي لما اشترك في كاس الرابطه اعتقد ان كان لها اهداف، فرصه فعلا طبعا اهداف كبيره جدا وفرصه كويسه ان انت عندك اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي موجوده. الناس كانت مصابه ورجعت، زي كابتن وليد سليمان رجع في كاس الرابطه واحرز هدف في اللقاء الاخير، وامبارح عمل لعب اخر لقاء وكان بيأدي بشكل كويس صحيح. جدا. اللعيبه اللي كانت بتشارك زي مثلا رامي ربيعه، وبعض الاوقات كان ياسر بيشارك بنسبه كبيره، لكن في بعض الاوقات ما كانش بيشارك لان كان بدر، وكان ايمن في نفس الوقت يعني علي لطفي ادى بشكل كويس، وشفنا في كاس الرابطه حمزه وشفنا شوبير ادوا بشكل كويس. فاللعيبه عندها طموح، واللعيبه عندها يعني فرصه كويسه جدا هم كل واحد يثبت نفسه في بطوله عالميه زي دي. ولكن يعني بدايه قويه، والبطولات اللي زي دي يا نهاوند وكريم، ان انت لما بتلعب بطوله كبيره زي دي المهم اللقاء الاول، اللقاء الاول بيديك دفعه قويه جدا طبعا. يمكن شفنا ده مع النادي الاهلي قبل كده في البطولات، احنا متواجدين دايما في كاس العالم للانديه كان في اخفاقات وفي ايجابيات كويسه جدا. الاخفاقيات كان بالنسبه لنا لما بنبدا لقاء ما كانش موفقين فيه. اللقاء الاول في البطولات المجمعه مهم جدا انك انت تكمل، وانك انت طموحك بيعلى وهدفك بيكبر. ثالث العالم اول لقاء كسبناه، سواء في الجيل بتاعي او الجيل اللي متواجد دلوقتي، قبل كده لما احرزنا مركز خامس وسادس كان برضه اول لقاء خسرنا فيه. فالماتش الاولاني بيديك دفعه قويه جدا. فاللعيبه بصراحه امبارح ادوا بشكل كويس جدا، روح عاليه، ما حسناش باي فرق. خلي بالك احنا كسبنا 1-0، لكن كنت تقدر تكسب 2-3 ممكن فعلا كانت سير المباراه كتير ضاعت. صحيح. طيب انا